عندي سؤال يمكن شوي محرج. السؤال هو تعرفي بحياة الخدمة، وأنا بتكلم عن خدمتنا، منصلي مع كتير ناس، منشوف إنه في بعض الناس الرب بيشفيها فعلا بتنشفى من مرض السرطان، والبعض الآخر ما بيتشفى، أو خلينا نقول بيتشفى لكن بطريقة تانية، يعني إنه بيروح عند الرب. فشو ردة فعلك لما بتسمع هذا الكلام؟ حقيقي أولها كنت دايما أصلي إنه الرب يشفيني، وزي كأنه مش قابلة إنه أنا بدي أموت، بس الرب حي بعده قادر يشفيك. أمين أمين. ولليوم منصلي والرب أكيد. قادر يستطيع ولا يعصر عليه أمر. لليوم منصلي وبطلب من الكل يصلي لي، لأنه أنا بعرف إنه هو سامع الصلاة، ولكن في وقته يسرع به وصنع الكل حسنا في وقته أكيد. لكن حقيقة وصلت مرحلة من النضج إنه حتى لو الرب سمح في الانتقال، وإحنا زي ما بتعرف أسيس الموت عندنا رقاد نوم، كأنه انتقال من مرحلة لأخرى، بغمض عين بفتحها في الأبدية، بنلاقيه في السماء. عشان هيك طمأنينة، يعني أنا بصلي إنه أنشفي وأعيش أكتر عشان أولادي، وعشان أستمتع أكتر في أولادي في الحياة ومع زوجي. لكن حتى لو الرب ما سمح في الشفاء، علاقتي في الله ما بحدها إنه شفى أو ما شفى. أنا يمكن قبل كنت أطلع على العطية مش على العاطي. كيف يعني؟ إنه إذا أنت شفيتني مبارك اسمك، نشكرك، أنا بدي أسبح اسمك، أنا بدي أشكرك عشانك شفيتني. لكن إذا أنت ما شفيتني أنا ما بدي معك علاقة. يمكن أولها كنت زي كأنه يسيبني خيبات أمل، يوم أكون أصلي وتطلع الفحوصات أسوأ من قبل. طب يا رب ليش؟ طب ما انت بتقدر تشفي، ليش لحد هلا سامح انه ما يختفي المرض، ما يختفي الاورام؟ زي كانه احنا في ضعفنا الشخصي وكبشر بنفكر انه خلص يوم ما هاي الطبقه بدي اعملها يكونوا الاورام مختفيين، والدكاتره يقولوا حصلت معجزه وانشفيتي من المرض. كنت استنى انه تحصل معجزة في كل فحص أنا أعمله، أعمل شرطة طبقية يطلع. كنت أتوقع إنه الأورام تختفي وتكون هون حادثة المعجزة، لأنه الله بيقدر يعني. لكن ولا مرة اختفوا الأورام، وبالعكس كانت النتائج تكون أسوأ، وكبرانين الأورام كأنه الوضع أسوأ من قبل يعني. بس وصلت مرحلة إنه ما أتوقع إنه يصير شفاء، لأنه مرات الشفاء عند الرب غير عن طريقة تفكيرنا، لأنه بقول أفكاري ليست أفكاركم، طرقي ليست طرقكم. فعشان هيك يعني ممكن أنا أتوقع أنه الرب يخلي الأورام تختفي، لكن لا. وصلت لمرحلة نضج أنه حتى يا رب لو ما شفيتني بطريقتي أنا، ولو ما اختفوا الأورام، ولو حتى المرض انتشر أكتر، أنا علاقتي فيك بدها تضلها ثابتة. كنت أصلي لثبات، أقول له يا رب حقيقي، كنت أصلي من قلبي أقول له يا رب خليني ثابتة برغم الأحداث اللي بتصير. لو زاد السرطان ولو انتشر ولو صرت مرحلة النزاع وقاعدة بموت، أرجوك خليني ثابتة وأضل أسبح اسمك لآخر يوم في عمري.